نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصل الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال بعض الناس في تغريدة له في كلام له ولم يتراجع عنه إلى هذه الساعة المباركة، ماذا قال؟ قال كلاما كفريا، قال كلاما فيه استهزاء بالله عز وجل وفيه سخرية من كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم، وفيه إنكار أن القرآن وحي الله عز وجل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الدنيا، أراد الملك، أراد المال والغنائم والنساء. كلمة مسؤول عنها هذا الإنسان أمام الله، أحببت أن أذكرها بالنص، أقرأ لكم كلامه الكفر بالله الحاد بالله. فلان ابن فلان من عائلة كريمة معروفة بالتدين يقول: أعتقد، يقول أعتقد حتى القرآن نوعا ما مخلوق وهو نتاج دعم قوة خارجية لمحمد اللهم صل عليه حتى يستطيع إقناع الأتباع بثورته للحصول على الملك والغنائم. هذه كلمة ما بعدها من طعن وكفر بالله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة من هذا الإنسان فيها السخرية والحق والإهانة لأعظم كتاب موجود. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك
لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وأنه القرآن الكريم سماه رب العالمين بأنه القرآن الكريم في كتاب مكنون. إنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون. الحجر 9، هذه الآية كافية، إعجاز 9 إعجازات القرآن. إنا الله، إنا نحن نزلنا بالتجديد، مو أنزلنا، لا نزلنا، هذا أقوى بالتنزيل. وإنا له، وإنا له هو لا تأكيد 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 لحافظون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهو المصون من الأباطل كلها. القرآن مصون من الأباطل كلها بشهادة الأحبار والرهبان. تنزيل رب العالمين وحيه على المبعوث رحمة بالقرآن، هو وحيه، هو خطابه، هو كلامه المصون المحفوظ من الهذيان. من قال أن حروفه مخلوقة فقد استحل عبادة الأوثان. من قال أن حروفه مخلوقة فقد كفر بالله عز وجل. لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان. لا تلقى مبتدعا ولا ضالا ولا مارق من الدين طاعن في القرآن إلا بعبسة مالك عليه السلام الملك الغضباني. هذا الإنسان طعن فيه في القرآن العظيم، سفه القرآن. هذا الإنسان ليس بمسلم إلا أن يتوب إلى الإسلام، واجب. الآن أقول واجب على الحاكم، على الولي، على الأمير، على الحكومة أن تحاسب هذا الإنسان، تجرجره بذلة وبهان حتى يرعوي. ونحن الآن أحبتي في الذي أشد رحمتي، أشد شيء رحمة الله سبحانه وتعالى، تكالبت علينا هو شر العدوان من كل مكان، يهود ونصارى وبود وسيخ وهندوس ومجوس وغيرهم من كثير من الطماعين لخيرات المسلمين. بدل أن نرجع الله سبحانه وتعالى ندعو سبحانه أن يعزنا، أن ينصرنا عز وجل، ومن نصر من عند الله، ندعو سبحانه وتعالى ونحن في خوف وفي ذعر منذ سنين، منذ عدة قرون، وبهذه الأيام بالذات يعتبر المسلمين هلع وجزع وخوف من بطش ومن قوة ضاربة للكفار، وما صنع المجرمون الملاحدة في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا ببعيد، حروب طاحنة هناك من أجل أن الناس رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. بدل أن نجرى سبحانه وتعالى في هذه الأيام البعيسة، هذه أيام بعيسة صعبة
حزينة مبكية لحال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول بعضنا بتكذيب القرآن وأن القرآن هذا مخلوق. اتفاق السلف، الله أكبر، إذا اتفق السلف على شيء لا تحدو عنه ولا تبتعد. اجمع السلف الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة والأربعون والأربعمائة والأربع ملايين وكل المسلمين السنيين أجمعوا على أن من قال أن القرآن مخلوق قد كفر بالله عز وجل. من قال أن هذا القرآن مخلوق، مخلوق، هذا الإنسان ما عنده علم شرعي، لكن ربما درس العقيدة التالفة المعتزلية والأشعرية والمتردية وتأثر بها وقال إن القرآن مخلوق. أتعلم ما معنى كلامك أيها الإنسان؟ قد نسفت القرآن وأهنت كلام الله وطعنت في قدسية القرآن. القرآن مصون، لا يجوز لجند أن يقرأ القرآن إلا آية واحدة باتفاق العلماء. الجند مرء ورجل لا يمس القرآن، يمسه لا لا، ولا أن يقرأ آيات، يقرأ من سورة الباعون لا، آية واحدة كافية ممكن. الحال والنفس أرجح الأقوال أنا لا تمس القرآن إلا إذا كانت معلمة أو مدرسة يجوز لها ذلك. في بعض الأقوال من أقوال السلف الصالح القرآن العظيم، والله سر سر عزة المسلمين ووجودهم ووجودهم القرآن العظيم. لولا أن الله سبحانه وتعالى أعز الأمة السامية بالقرآن. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل. القرآن ذكر كما قال سبحانه، وإنه لذكر لك ولقومك العرب المسلمين وسوف تسأل. القرآن ذكر، ذكر بمعنى شرف، شرف ومكانة لك القرآن العظيم، مصدر العزة، مصدر الأمن، مصدر الراحة والاستقرار. أننا نعظم القرآن العظيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شفت الآية العظيمة هذه؟ شفت الآية الكريمة هذه الفاذة؟ عظمت شعائر الله سبحانه وتعالى. فيه كلامه، فيه أوامره، فيه محبه، فيه تحريماته، فيه أحكامه، فيه التوحيد عز وجل. القرآن العظيم كما سماه المسجد اللهم ارض عنه ابن مسعود يقول القرآن مأدبة الله. يقول مسعود اللهم ارض عنه القرآن مأدبة الله. سند صحيح عند الدارمي في سننه، القرآن مأدبة الله فخذوا منه ما استطعتم. هذا القرآن تقرأ حرف واحد لك عشر حسنات. قل هو الله أحد 180 حسنة لك. كيف تقرأ البقرة كلها 286 آية أو أكثر يمكن، العمران 200 آية، كم حروف فيها؟ كم حرف واحد 10 حسنات؟ القرآن عظيم، كلام الله سبحانه وتعالى أنزله للعزة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وأحسن وأفضل، الكتاب الكريم.
يقول بعض الناس بأن هناك نتاج، القرآن نتاج، نتاج من الناس، نتاج من سل نفسك أنت أيها الذي قد كفر بالله عز وجل، نتاج من لا يستطيع إنسان أن يشري. الله تحدى به الإنس والجن، وهذا ليس موضوعنا الآن. تحدى به رب العالمين التي بسورة واحدة ما استطاع. مسيلمة الكذاب اللعين ألف القرآن، هذيان هذيان وكذب. الفيل وما أدراك ما الفيل، له خلق من طويل، والنازعات نزعا، قال واللاقمات لقمة، والخامزات خبزة، إهانة وسخا. إن قريشا قوم يعتدون. يا ضفدع بنت الضفدع، من يبالي القرآن؟ من يبالي كلام الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء؟ هو سميع البصير، قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اربع ايات. مسيلمة اراد ان يولد القرآن، قوم صدقوه، لكن الصديق ابو بكر الله مرضى عنه، لكن الصديق ابو بكر رضي الله عنه عندما هزم المرتدين في معارك عظيمه اتى اليه اصحاب مسيلمة وقال اقرأوا علي شيئا من قران مسيلمة، هذا يا ابو كذب. والله لو اقول لكم انا عن قران مسيلمة لا يمكن ضحكتم وراحت عنا خطبه الجمعه الموقره. كلام ابو بكر الصديق يقول وين عقولكم؟ والله هذا ما يخلو منا من علم. الصديق يقول هذا الكلام مسيلمة ما يخرج منا من علم. ما معنى علم؟ علم وين نقرا ابحث عنها. هذا الانسان مسيلمة قال بكلام حتى الصبيان ما يقولونه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. محمد الرسول نتهم هذا الرسول أنه يريد الملك والمغانم. اقرأ سيرته، اقرأ كلامه، اقرأ مواقف عظيمة منه، وأنك لعلى خلق عظيم. ما كان يريد شيء من الدنيا، كان زاهدا، كان ترك الدنيا بأسف. ترك يا عائشة، يا عائشة، لو أردت أن يجري الله لي جبال مكة ذهبا لأجراها. صادق ولا مو صادق؟ صادق ولا مو صلي عليه؟ يا عائشة والله، والله يقسم بالله، لو اردت ان يجري الله جبال مكه ذهبا لي لاجراها، اعطاني الله، ما اراد ذلك. يقول عنه الكفار عندما جهر بالدعوه، لو اردت ملكا ملكناك. سأل حسن، سأله حسن عند ابن اسحاق بالسيره، ابن اسحاق حدثني ولم يعنعن، سأله جيد، لأنت ملكا ملكناك، تبي ملك بس وخر عنا لا إله إلا الله،
الخساف ونائل والحجار نعبدها إله واحد لا 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 ما نريده. لو أردت ملكا ملكناك، لو أردت أموالا أعطيناك، لو أردت زوجة حسناء أعطيناك أحسن وأجمل زوجة من العرب، العرب الجمال الفائق أعطيناك. قال لي أبي أعطوني؟ قال لا، ناظر إلى السماء اللهم صل عليه وقال معي، وقال ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك، على أن تشعلوا لي منها شغلة. صحيح الحديث هذا طبراني، ما أنا بأقدر على أن أدع لكم الدين، أتركه؟ أتركه؟ نعم أتركه، لكن ماذا يذهب واحد منكم إلى الشمس يشعل لي شعلة ويأتي بها إلى الأرض؟ ثم أترك أنا الإسلام. تعجيز معناته الثبات والصبر في طاعة الله عز وجل وتبليغ الدين والموت في سبيل الله عز وجل والمحافظة على كلام الباري. القرآن العظيم دورة ملك ملكناك، ما يغط أحد منا رأيا إلا قال لا. دليل أدلة كثيرة من السنة، ما أراد الدنيا ولا أراد شهواتها ولا ملذاتها ولا نسائها ولا أموالها، أراد الآخرة. أحاديث كثيرة، هذا ليس مجال تفصيلي، لكن هذا الإنسان جاهل بالله عز وجل. والله العظيم الواحد يأسى ويحزن لما أصاب المسلمين من نوع هذا الذي قد كفر بالله عز وجل. قال اعتقد اعتقاد ان نوعا من القران مخلوق. تتعرف الجمله هذه؟ تدرك مراميها ومعانيها وابعادها تدركها؟ الله المستعان. استغفر الله ربي سيد الخطاك، جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا فضل، لا بد من تدريس الشباب والناس والأطفال والحرص على أن القرآن هو كلام الله، بدل أن ينبت نابتة سيئة. معنى العائلة كريمة، عائلة متدينة نعرفها عن كذب، عن كذب تمام يعني. لكن سبحان الله، الله المستعان، تدريس كلام الله عز وجل على من سلف عن القرآن هو كلام الله المعجز الهادي إلى صراط المستقيم. قدسية القرآن شيء عظيم والله. اللهم رب العالمين استر عوراتنا، آمن روعاتنا، خفف لوعاتنا، أجب دعوات رب العالمين. اللهم رب العالمين أبلغ بالأمة العظيم أمر رشد يعز فيه الأولياء، يذل فيه أعداؤك رب العالمين، يذل فيه أعداؤك يا رب العالمين. اللهم احفظ الكويت رب العالمين من عبث العابثين، السعودية رب العالمين، الحرمين، مهبط الوحي رب العالمين، وجميع بلاد المسلمين من أقصاها إلى أقصاها، والمسلمين في كل مكان حتى في دول الكفر. يا رب احفظهم، اكلأهم، ارزقهم، أعنهم العالمين، أجب دعوتهم ودعوتنا يا إله العالمين.